نرجع شويه نتكلم على منتخبنا الوطني، نتكلم بالتحديد على حراسه مرمى منتخبنا الوطني. ضفنا معانا عبر الهاتف كابتن فكري صالح، شيخ مدربي حراس المرمى، مفيش افضل منه يكلمنا على حراسه مرمى منتخب مصر وما هو المنتظر، وهل كان ما حدث في مباراه الامس كاختيار لمن يحرس عرين منتخب مصر كان الافضل؟ كابتن فكري يجيب على هذا التساؤل. اهلا بيك كابتن فكري. كابتن هبه صباح الفل. صباح جميل على حضرتك وعلى الساده المستمعين. كان نفسنا ان نقول مبروك والله يا كابتن فكري. والله انا كنت حزين جدا امبارح، لاني انا خلال مشواري كله يا كابتن هبه انا لعبت اثيوبيا 7 مرات، 7 مرات مكسب، واخرهم مع الكابتن الجنرال العظيم محمود الجوري 8-1. 8-1 تخيلي لما تكسبي فريق اول ده ريكورد. فيعني ان انا اشوف المنظر بتاع امبارح، وسيبك من النتيجه لان انا ممكن العب وتبقى النتيجه خادعه، انما ان انا ما الاقيش امبارح ال5 عناصر صحيح اللي المفروض يميزوا منتخب مصر، ولاد النيل، جينات اللي هو التحدي والإصرار. كابتن الإحصاءات بتاعت المباراة يعني تخض لما احنا نشوف حتى المحاولات بتاعتنا 9-1 لمنتخب إثيوبيا، يعني لازم نتوقف عند الموضوع. أنا هكلمك فنيا على حتة الحراسة، إنما أنا بكلمك أنا كمواطن بعيد عن أنا فكر صالح. المواطن المصري اللي أنا دايما بقول مصر مش في قلبي، مصر هي قلبي. طبعا. فأنا لما ألاقي مفيش 5 عناصر بتوع الإنسان المصري العظيم في جيناته، أما ما ألاقيش لا التحدي ولا الإصرار ولا العزيمة ولا الالتزام ولا حسن التوكل على الله، لازم تبقى المنظر كده. أيوة، ال3 عناصر اللي أنت قلتها لنا في مباريات كأس الأمم حتى. أيوة. وكنا متمسكين بيهم جدا، ولذلك كنا بنحقق كل مباراة فوز عن الثاني. وحتى لو بتطلعي مغلوبة تبقي حاسة إن رجالة مصر عملوا اللي عليهم، بس مش المنظر بتاع صحيح. فيعني حراسة مرمى منتخب مصر يا كابتن فكري، تعليقك عليها إيه؟ في ماتش امبارح، أي دايما أنا بقول حارس المرمى كلمتين، بقول لكل ولادي المدربين ولكل حبايبي ولكل حراس المرمى، هي عبارة عن مساحة وزمن. مساحة وزمن، التايمنج. المساحة هو التمركز السليم بالزبط. بالتوقيت السليم في المكان السليم. الجونين بتوع امبارح بالنسبة لأبو جبل لا في تمركز سليم صح، ولا في قرار سليم، ولا في تشريح جسماني سليم صحيح. لأن التمركز بتاعه كان غلط، فبالتالي كل ما يلي التمركز من قرار، من جزء تشريحي بالنسبه للجسم. ايوه. فبيبقى غلط، فبالتالي مش ده. انا حزين لان انت عارفه ابو جبل ده ابني من المجموعه اللي طلعت من الشباب، وهو مفيش شك احنا كل واحد من الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم له احترامه وعلى راسنا، لكن احنا بنحلل فنيا. ما انا حزين عليه ليه؟ لانه كان وصل لمستوى يا كابتن هبه في افريقيا قرب للعالميه. طبعا. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ ضيع كل ده يا كابتن هبه، ان هو ساب التركيز واندفع بقى على الميديا، وهقعد هروح السعوديه، لا هقعد في الزمالك، لا انا هروح هنا، بقت دماغه مشغوله، وبالتالي الثبات الانفعالي اللي يخلي اي حارس مرمى يقدر ياخد القرار السليم والتمركز السليم وزي ما قلت حضرتك سرعه رد الفعل. طبعا. كل ده مبني على الثبات الانفعالي. كابتن، كان الافضل الدفع بالشناوي في مباراه الامس؟ انا كان حتى لو محمد صبحي، حتى لو محمود جاد، يا جماعه انا مش باخد ناس ان انا واخدهم كماله عدد. الله، ما محمود صح. جاد قدامي في الدوري عامل ايه، ومحمد صبحي في الدوري عامل ايه، وبرضه ابو جبل كان في الدوري عامل ايه، فالمفروض انا وانا بقيم ما بقيمش بالاسم. بيان محمد الشناوي مش جاهز، وانا شفت الغلطات بتاعه ابو جبل في ماتشات الاخيره بتاعت الزمالك، لا كنت اروح حاطط واحد من الاثنين التانيين، وكان هيسد ويبقى بتدي الفرصه
لجيل جديد يبقى موجود. ولكن كابتن فكري كلمة قدر الله في حالة استمرار إيهاب جلال على رأس الإدارة الفنية لمنتخبنا، كلمة تهمس بها في أذنيه. همس عناصر كان العظيم الجنرال محمود الجواري بقماشة قليلة جدا أقل من الموجودة. كان الخمس عناصر دول بنعمل المستحيل وبنوصل كاس عالم وبناخد بوركينا فاسو وبناخد بطولة عربية. خمس عناصر تاني بقولهم يا كابتن هبة، تحدي الإصرار، العزيمة، الالتزام، حسن التوكل على الله. ده بالنسبة بشكل عام، لكن بالنسبة لحراسة المرمى واختيار الأنسب. حراسة المرمى أنا مش هاخد أسماء، أنا الأداء أنا باخد بناء عن الدوري اللي أنا بتفرج عليه. أما الاقي جون عندي في الدوري مهزوز ومش في المستوى بتاعه، خلاص بقى عاد ودي الدور للي بعديه. يعني دي نصيحة. وما بخافش أنا ما دام عندي أربع حراس، الأربعة دول أي حد بالظبط. بس عايز أخد رأيك سريعا يا كابتن قبل ما نختم لقائنا. يعني في بعض الأصوات امبارح نادت أنه يتم تقليل سقف اللعيبة في الدوري المصري بشكل عام بعد الأداء الهزيل، لأنه دول المفروض أن دول الصفوة، دول الكريمة بتاعت كل الأندية. إيه رأيك في النداء ده؟ لا والله، هو من قبل الماتش صحيح. لأني إحنا ما عندناش احترام. إحنا يا كابتن هبة محدش يزعل مني، عندنا حاجة اسمها احتراف. فهماني؟ ايوه وصل. البني ادم المصري يعني انت مع تقليل السقف؟ طبعا. اشكرك كابتن فكري صالح، جنرال حراسه المرمى في المنتخبات القوميه المصريه وشيخ مدربي حراس مرمى منتخب مصر على مدار العصور الماضيه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن فكري صالح، ضيف عزيز علينا دايما في 8 الصبح. نروح نتكلم شوية على الأخبار العالمية ونمزجها أيضا بأخبارنا، أخبار منتخبنا. معانا من خلال سكايب أحمد غنيم محلل كرة القدم العالمية. أحمد صباح الخير. صباح الخير عليك يا هبة، كل مشاهدي برنامج 8 الصبح. قبل ما أتكلم في أي حاجة، هارد لك لمنتخبنا، أكيد ليك تعليق. يعني الحقيقة يعني الوضع صعب جدا الحقيقة، يعني مفيش كلام يتقال، يعني الوضع كاشف جدا، سنة صعبة جدا، سنة كاشفة لأوضاع الكرة المصرية. هي سنة كبيسة على منتخبنا الوطني. يعني بالظبط. سامعني يا أحمد؟ طب أحمد أنا سامعاك، اتفضل. طبعا زي ما بقول لك يعني الوضع صعب جدا بصورة كبيرة جدا، سنة كاشفة بصورة واضحة جدا. يعني لا في اخطاء كبيره جدا، لا اريد تحميل ايهاب جلال فقط المسؤوليه بصوره واضحه، ايهاب جلال لا يتحمل المسؤوليه بصوره واضحه خالص. صحيح ان انا كنت معترض على اختياره وشايف ان طبعا الاسلوب الاختيار نفسه اسلوب عشوائي، لكن ده لا اريد فقط تحميل المسؤوليه، واريد اقول صحيح ان الخطه وكل ده كل الكلام ده كلام جميل جدا، لكن احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في بنى كواليتي اللعيبه المصري نفسه، عندنا مشاكل كبيره جدا، وبالتالي لا الموضوع محتاج وقفه جامده جدا، منظومه كلها محتاجه في وجهه نظر انا يعني باللغه العاميه بتاعتنا اعاده تفوير كله، بدايه من الانديه اللي لا تنظر الا لمصالحها الشخصيه. لازم نفتح ابواب الاحتراف للخارج بصوره كبيره جدا، لان الوضع الحقيقه صعب جدا، الوضع صعب يعني. طيب خليني نروح شويه للبهجه والبسمه بتاعتنا مع محمد صلاح. مو صلاح للموسم الثاني على التوالي بيحقق الافضل في البريمير ليج. أحمد سامعني يا جماعة؟ معلش يا هبة أنا مش سامعك كويس، حاسس إن في صوت داخل أو حاجة بس. طيب أنا بستأذن زمايلي. سامعك كده كويس. طيب أحمد أنا بكلمك على مو صلاح، مش هطول عليك السؤال، بس يعني فكرة مردود إن هو برضو ياخد للعام الثاني على التوالي إن هو أفضل لاعب في البريمير ليج. يعني محمد صلاح هو النقطة المضيئة الوحيدة في مصر. يعني استثناء يعني لحاله يعني كبيره جدا من الفوضى في الكره المصريه محمد صلاح.
حاجه انه اختيارات اللاعبين، الجائزه اللي خدها امبارح جائزه رابطه اللاعبين المحترفين دي اختيارات اللاعبين ليست اختيارات اي حاجه اخر، وبالتالي ده شرف وحاجه عظيمه جدا للمره الثانيه بياخدها، ده امر استثنائي الحقيقه. ومحمد صلاح يعني فعلا هو النقطه المضيئه هي الوحيده، المرة الثانية في اتعشى. مسيرته في الدوري الإنجليزي ولا المرة الثانية على التوالي؟ لا المرة الثانية في مسيرته في في الدوري الإنجليزي، مسيرته المرة الأولى بشكل كانت عام. أول موسم ليه مع ليفربول موسم أشكرك 2000 للتصحيح. موسم نعم نعم موسم فعلا. 2017 2018، دي المرة الثانية في مسيرته، وعن جدارة واستحقاق. محمد صلاح وهداف البريمير ليج بالتساوي طبعا مع هيونج مين سون النجم الكوري المنتخب لنادي توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، نعم وبالتالي لا يعني الحقيقة كان يعني إنجاز مهم جدا لينا، وحقيقة جه في وقته، يعني اللي هو لأن إعلان الفوز بالجائزة جه حوالي بعد حوالي ساعة وشوية بعد انا اسف اللي هقوله، بس المهزله اللي حصلت امبارح في المباراه اللي لعبت في ملاوي. غنيم، امبارح ابتدى يرجع تاني الكلام على عقد صلاح مع نادي ليفربول، وابتدت الصحافة العالمية تعمل زي تقرير كده مقارنة ما بين اللي حصل في نادي ليفربول ولكن في البيسبول، وتحذير هنا لنادي ليفربول انه يتم تكرار ما حدث في فريق البيسبول لما باعوا افضل لاعب عندهم. ده حقيقي بالفعل ان الفريق اللي هو بيتكلموا عنه في البيسبول ده هو اصلا مملوك برضه لنفس مجموعه فنواي الاستثماريه الامريكيه اللي هي المالكه حاليا لنادي ليفربول. طبعا الوضع حاليا فيما يخص مفاوضات محمد صلاح مفاوضات متجمده منذ ديسمبر الماضي، محمد صلاح ليه طلبات ماديه معينه، انا هنا بتكلم نقلا عن مصادر موثوقه في الصحافه في اوروبا بشكل عام، محمد صلاح ليه طلبات ماليه هو شايف ان هو يستحقها لان هو افضل لاعب في البريمير ليج واحد من افضل اللعيبه في العالم، وبالتالي ان هو يكون الراتب بتاعه 230 و240 الف جنيه استرليني في الاسبوع ده غير مقبول بالنسبه ليه، هو بصراحه هو عنده حق مع احترامي يعني سياسه ليفربول طبعا في سقف الرواتب، لكن طبعا هناك لاعبين يعني لم يحققوا ما ربع ما حققه محمد صلاح في الموسم الماضي وبيتقاضوا 500 الف استرليني. طب غنيم، غنيم سامعني؟ سامعك سامعك يا طيب، هبه. بعد الجائزة اللي حصل عليها محمد صلاح، دلوقتي الحديث على من هو الأفضل في القارة الإفريقية، هل محمد صلاح اقترب من اللقب ده؟ عنده منافسة صعبة مع ساديو ماني، لأن ساديو ماني من حيث الألقاب طبعا من حيث الألقاب مع ليفربول هما الاثنين نفس يعني نفس الألقاب، لكن للأسف الشديد ساديو ماني بيتفوق في جزئيتين، جزئية إنه هزم محمد صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية، نعم. وهزم محمد صلاح أيضا في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم، دي ممكن يعني تكون تدي ادفانتج بعض الشيء، لكن انا متوقع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان محمد صلاح بالنظر للمستوى الاستثنائي اللي هو قدمه الموسم المنصرم مع ليفربول وايضا مع المنتخب المصري، يعني لا ننسى برضه محمد صلاح يعني كان هو عامل مهم جدا ورئيسي في صعودنا بصرف النظر عن مستوى اي حاجه في صعودنا لنهائي كاس الامم الافريقيه، فاعتقد باذن الله ان شاء الله محمد صلاح قادر على الاحتفاظ بالجائزه مجددا باذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أحمد غنيم، محلل كرة القدم العالمية مميز دائما، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.